قديش من مرة في حياتنا كان بدنا شيء والخوف كان عائق؟ عمركم شفتوا هيك فاشونيستا لم ترى عين؟ حتقولوا شو هالشي اللي حطته ميرا على راسها وليش ميرا بتصرخ وما بعرفش ايش، بس ميرا زعلانة منكم. قولوا لي ليش فروجيتس ميرا زعلانة منكم عشان ما تحركشتوا فيها. ما قلتوا لها ميرا فين، ولا حتى قلتوا لي ميرا انت ليش ما عم تصوري فيديوهات، ميرا فينك، فين روحتي، ليش ما بعرفش ايش، ما حسستوني بالاهتمام. بس شو عذركم يعني؟ هلا في كورونا ما فيش ولا عذر، ما فيش امتحانات، ما فيش دراسة، ما فيش جامعة، ما فيش شغل، ما فيش ولا شيء. في ميرا ما في اهتمام، ما في حب من طرفكم، ما في ميرا غسلتي يدك او لا، ما في ميرا نجيب لك ديتول او لا عندك بالبيت، ما في ميرا اكلتي، ميرا شربتي، ميرا لا تطلعي. فين الحب والاهتمام؟ فيكم تخبروني؟ anyway guys sorry يعني عم طلعت لكم بهالشكل هاد، يعني لسه واعيه من شوي من النوم. الهالات السوداء everywhere، يعني دراسه او مش دراسه لازم هالات سودا منوره، لانه ما عم نام بطريقه عشوائيه غبيه جدا. قلت لكم مسكارا بس عشان بقولكم والله في عندي رموش، يعني في رموش في الموضوع، يعني في جمال، في جمال. راح يكون الفلوج بيتوتي بسم الله ما شاء الله ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. لذلك عزيزي اشترك في القناه بضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، حط لهذا الفيديو بيج لك، يعني طبيعي يعني عم تشوف هالوش هاد وما تسوي، يعني عم تكسفني والله. سووا لايك وكمان لا تنسوا انكم تتابعوني على الانستغرام، راح اسوي لكم بثوث مباشره على الانستغرام راح نحكي فيها عن طرق المذاكره في هي الفتره هي اللي عم نعيشها، والله يعديها على خير يا رب. راح نحكي عن البكالوريا اي الثانويه العامه، فاذا انتم مهتمين تابعوني على الانستغرام، كمان اذا مو مهتمين تابعوني على الانستغرام، راح يكون في بث مباشر بعد ساعه تقريبا من تنزيل هالفيديو. اوكي بيبي هلا يلا نفوت لجوا ونسوي الماسكات. ووو ووو ووو. اكيد بتقولوا شو هاي الهبله، كيف هيك نشاط على الصباح؟ طبيعي. رح قلكم ليش كل هالنشاط هاد، لانه شاربه قهوه. عم تتسالوا شو هالشي هاد على راسي؟ اليوم رح اسوي لكم حمله ماسكات، حمله عنايه في البيت بما انه ما عنا ولا شيء وفاضيين وقاعدين في البيت اسره مع بعضينا. رح نبلش هلا بنات بماسك الشعر. سو الماسك هاد هو عباره عن زيت الخروع مع زيت الارغان، بخليها على شعري لمده ساعتين. سو اول شيء رح بلش بيه هو سكراب. خليني احكي لكم عن مكونات هالسكراب هاد، اللي هو عباره عن قهوه وماء ورد. فيكم تستعملوا الماء بس اذا ما عندكم ماء ورد او الزيت، بس البشرة الدهنية استعملوا المي. اوكي قبل ما بلش بسكراب لازم اشرب قهوة، اني اتنفس واعشق واحتسي كل شيء في حياتي هي القهوة. شو رايكم بالله في العربية الفصحى؟ تخيلوا انه انا مدرستكم في العربية، قسما بالله راح ترسبوا كلكم، راح تصيروا الاوائل على الجمهورية، لا جمهورية شو، على الوطن العربي. راح اسوي هاي المنشفة، هاي انا زي الاطفال بعرف حالي راح كب في كل مكان. طرف كل ما حتى تكبر بتضل طفل، هاي انا حرفيا نضل افرك هيك لمده ما يقارب 5 دقائق. وراح استعمل نفس هذا السكراب يا بنات، راح استعمله لشفايفي. شايفين هاي؟ هاي لازاله شعر الوش. الشفره هل بنصحكم فيها او لا؟ طبعا راح اقول لكم لا، لسبب واحد فقط، لانها تخلي الشعر بسرعه ينمو مش يكثف. في كثير بنات بيفكروا انه بكثف الشعر، انا كتجربه وكم شهر لا ما كثف ليش الشعر ابدا، يعني عادي. وانا بصراحه ما بعرف استعمل الخيط وما بحبش استعمل حلوى لانها تسوي حبوب، فلهيك بضطر اني اسوي هاي. هاي كمان تسوي تساعد انها تسوي تقشير وتزيج صراحه الشعر، ولكن افضل الخيط. اوكي بس فهي سنقوم الان بالعمليه. هل الماسك اللي بعده راح تقولي او ميرا او نو لا لا ما بنقدر، اه بشرتي ما بعرفش ايش. اوكي الكركم راح نحكي عليكم. سو هون يا بنات سويت الكركم مع الزبادي الطبيعي اي الياغورت الطبيعي وملعقه من العسل. هون راح تقولي لي ميرا نو ميرا لا وشنا راح يصير اصفر. سوري بليز انتوا فين تطلعوا؟ يعني انتوا اخر طلعتكم من غرفتكم للمطبخ، ففين تروحوا؟ يعني اتس اوكي تيك ات ايزي. غير عن هيك بنات الماسك هاد ما بيضل،
يعني انتم بتفكروا انه وجهي حيظل اصفر، لا ما بيظل اصفر. راح نسويه يا بنات ونخليه على بشرتنا لمده 20 دقيقه. على فكره الكركم كثير بيستعملوا له هنود كثير، اول شيء بيفتح البشره يرطب، غير عن انه بيشيل التصبغات في الوش يعني، يساعد على ذلك وصفاء البشره. فكثير كثير بنصحكم بهالماسك الصراحه. شايفين يا جماعه لصقت هيك الماسك على الجبه، شايفين عمركم شفتوا هيك فاشونيستا؟ لم ترى عيني، لا يمكنني، لا استطيع. ننتقل الى الماسك اللي بعده اللي هو للهالات السوداء، هاي اللي لازم نعتني فيها. هو عباره عن خيار خلطته مع جل اليوفيرا بهالطريقه اللي انتم شايفينها، ما بعرف احكي عنها كثير، وحطيته في الكوتون ديسك اللي هي القطن هاي، يعني سويت حشوه هيك كاني اسوي في ساندويتش صغنن، وسنضعها هنا تحت عيني. طبعا ما فيني اظل ماسكتها هيك، فلازم اتسطح، فلهيك اشوفكم بعد 20 دقيقة. والله لسقت هنا هذه الاعجوبة. المهم بشوفكم يا جماعة بعد 20 دقيقة لانه الوضع هلا مأساوي. اوكي بنات رجعت لكم بعد ما خلصت كل شيء. سو شايفين هاي، هلا اخر شيء اسويه انه انا راح امرر هاي الثلج على وشي. شو هي اصلا؟ اخذت النعناع وغليته في مية، بعدين خليته يبرد، صفيت المية تبع النعناع وحطيتها في القوالب هدوك، وبس حاستعملها لبشرتي. يعني شي بتبعد التجاعيد، وثاني شي انها كتير ريفريشنج لانها بالنعناع. يا بتاع النعناع يا منعنع يا منعنع. اوكي خلصنا. هاي بنات راح نبلش شيء ثاني اللي هي ازاله الشعر. حفرجكم هيك لقطه بسيطه على ازاله الشعر، لانه هلا رايحه اسوي شاور. بدي اياكم كلكم بعد ما تخلصوا هالفيديو هاد تروحوا تعتنوا بحالكم، تجربوا هدول الماسك. فيا عمري انا الحلو، جربوهم وسووا لي منشن على الانستغرام، وراح اسوي شير لكل ستورياتكم عندي على الانستغرام. اوكي اوكي بي. سو هون معي علبه الفيت العاديه جدا، تتحط هيك بهالطريقه. اوكي واخذ هاي البابي تبعها واسوي هيك واسحب، وبس هاي هي. جهزت المكتب تبعي وهلا راح بلش اخطط. في السمستر الماضي يعني لما فتنا في اول سنه 2020، ويا ليتنا ما فتنا في سنه 2020، ما كان عندي وقت انه انا اخطط او اسوي مخطط او افكر شو الاشياء اللي بدي اسويها في هالسنه الجديده. هذا اذا اصلا عشنا. انا ظاهر فيه متفائله كثير بسنه 2020، فاللي راح اسويه هلا راح اروح اخطط لحياتي لمستقبلي بعد الكورونا. شو فيني ممكن اسوي بعد الكورونا. وقبل ما ابلش تخطيطي حابه اشارككم شويه معلومات من هالكتاب هاد. في فكره انه اجت عبالي وحابه اشارككم اياها. انا خلصت قريت صفحه 173 اللي يحكي فيها عن الخوف، بيقول لك واجه الخوف تبعك بالحقيقه. start with why، انا ليش حاسس في الخوف، انا ليش حاسس انه انا بالخوف مشان اوصل لشيء معين، مشان انه انا اسوي هدف معين، مشان انه انا اسوي انجاز معين او مهمه معينه، انا ليش عندي خوف؟ لما تلاقي هالجواب هاد، الجواب هاد استعملوه معك، استعملوا انك تحارب بيها الخوف هاد او تواجه فيها الخوف هاد، توظف الخوف هاد في شيء بينفع. وكان حكى فيه مثال انه شخص مثلا بده يكتب كتاب، بس هو خايف انه كتابته تكون وحشة والناس تتمسخر عليه. هو بيقولك انه شو ممكن اسوأ شيء يصير، يعني انت هلأ رح تكتب الكتاب وممكن هالكتاب هاد رح يكون كتاب مش منيح، ورح يصير السيناريو اللي انت متوقعه، واذا ما كتبت هذا الكتاب هذا رح تعيش طول حياتك بذنب انك انت ما حاولت، ورح تظل حياتك انت منك عايشها بالنهاية. هيك في الحالتين رح تكون الوضع سيء، فاختار انك انت تسوي. فكروا فيها يا جماعة بس هاي المرة بشوية عقل، انه قديش من مرة في حياتنا كان بدنا شيء والخوف كان عائق او حاجز قدام هالشيء. قديش من مرة الخوف خلانا نقول لشي بنحبه لا ما بدنا، لهون وبكفي. قديش من مرة وقفنا عاجزين قدام مشاعرنا، تخيلوا انه بس هالخوف هاد يمحي كلمة بس، ليش انا خايف؟ سو وات؟ ايه وبعدين شو ممكن يصير؟ في عندي زي البريزنتيشن لازم اسويها وارسلها عن طريق الايميل للدكتوره، لانه بكره اللي هو الاربعاء راح يكون اخر مواد في تسليم هالشي. اوكي باي. بليز لا تنسوا تاخذوا الفيتامينز تبعكم.
نتحدى أزمة الكورونا. ما بعرف إذا شايفين هون عندي بعض الفيتامينز اللي هي كالسيوم، فيتامين دي، ومغنيسيوم، حكيت معهم كتير. كل يوم آخذ حبة. أكثر شيء في حياتي بكره هو الفيتامين سي، يعني ما بحب هذيك اللي بتفور، فلهيك اشتريت حبوب. أنا ما أعرف كيف الناس بتحب هاي بتفور، أنا ببلعها حبة هيك بحس حالي كأني عم بتعذب، فما بالك أسوي الفوارة. أنا بكره هذوك الأدوية اللي بيكون يشبهوا العصائر، بحس حالي عم يعطوني عصير مزيف، ما بعرف. أنا متخلفة بعرف. أجلس رح روح أسوي يوغا أو سبور أو أي شيء مشان إنه ما أصير لكم حامل في الشهر العشرين. أنا أوريدي حامل في الشهر السادس، لا مو حامل بس إنه عندي كروشة. تخيلوا مع الحجر الصحي كيف ممكن أتحول. حصور استغفر الله بس ما بدي أتخيل. سو يلا نروح نسوي يوغا سوا أو نتمرن سوا. على فكرة شو رأيكم في شعري؟ هذا شعري الطبيعي، ما كانش هيك على فكرة. شعري زمان كان ستريت، بس لاني هلا في البيت قلت مش رح سرح، خليه هيك، رح خليه ناتشرال ناتشرال طبيعي. او ماي جاد واو. يا جماعة انا راسي كتير صدعه وشوية تمرينات هيك انهكتني، لانه صار لي فترة كتير ما تمرنت. فرح روح انا ملي شي ساعتين هيك تقريبا او ساعة ونص واصحى. رح نطبخ سوا انا وانتو اكلة تونسية كتير مشهورة عنا وكتير كتير طيبة. سو شوفكم بعدين حبيبي زوجي المستقبلي. كب الزبالة من هنا فصاعدا، ليس من هنا فصاعدا بس استمتع الان، لكن كب الزبالة رح يكون عليك. يا جماعة في 2018 كنت بقولكم امتى زوجي المستقبلي رح يكب هو الزبالة، هلا في 2020 وزمن الكورونا ولسه انا بكب الزبالة. بس هاي المرة معي مياس، وهي مياسم حبيبي. مياسم شو حاطة فيها العجينة هاي؟ دقيق وسكر. قديش كل شيء؟ خلينا نقول لهم على المقادير. 550 جرام دقيق وسكر حسب بقى، يعني مثلا انا حطيت 70 جرام وبس. شو تخلطيها يعني؟ بالبيض وبالتين لبن، بس عليه عصرة ليمونة، نص كوباية لبن عليها عصرة ليمونة، وبعدين تتسخن وتبقى كأنها لبن رايب، يعني شوية كسير شوية حلوين. خميرة تدوبيها في نص كوباية ماء دافية وعليها معلقة سكر لحد ما تخمر، بعدين تحطيها في العجينة، بعدين تعجني بقى. أصعب شيء بقى أعتقد إنه العجنة، إنه ما يسمصر لها كتير وبيلسق في يدها، ومش حابة كتير تزيد له لايك الدقيق عشان تبقى طرية، وهي لازم تدورها كلها وتخليها تتخمر ما يقارب ساعة. الخامة مش مكفية. اقطعي العجينة على اثنين أجيس، نصين، والله مش بهزر. صحيح. أنا بحكي جد، أنا ما بعرفش كيف سويتيها السينابون هاد، بس إنه نصيحة يعني. نصيحة مجانية، مش هاخد عليها مصاري تخيلي. وانت يعني لما اكون جيعانة اي اكل مهما كان معفن في العالم رح اقول واو عليه، واذا كنت مش جيعانة الاكل حتى المعفن رح اقول انه معفن ورح اكل ورح استمر في الاكل. فانا يا مياسم يا حبيبتي وظيفتي في الحياة I taste the food، انتي اطبخي وانا بقول لك. ولا بتأذي على الفول. الاثنين. وبقول لك رأيي بصراحة، يعني ما بحترمش كمان تعبك وشغلك، اذا معفن هقول لك معفن بكل صراحة. بعدين ميسو الاخت ميسو عم تدهنها هلا بالزبدة. ليش ما يسم تدهنها بالزبدة؟ انا مش عارف. لما رش السكر يمسك في الزبدة. اوكي. تعرف اي حاجة كده في الحياة؟ لا انا بس بشرح الصراحة بقى، بعرف فيك ليه حافظ مش فاهم انا هيك. خلطي السكر العادي مع القرفة. اوكي. رشي يا مياسم رشي. هي شكل العجينة كده بتكونوا بتقصوها يعني عادي على حسب بقى الطول. انت كنت تستعملي في المسطرة؟ الصراحة عشان عايزان كلهم شو قد بعض. قديش من سنتيمتر؟ 4 سنتيمتر. جماعة هذا الصوص الابيض للسينابون اللي هو عبارة عن جبنة سايحة وفانيليا سايلة
معها سكر وزبده. السكر سوري بتكون باودر زي ما شايفين. سو يا جماعه هذا هو السينابون. على فكره فيكم تفرقوهم اذا بدكم تفرقوهم، احنا ما عندناش كثير اطباء فلهيك لازقين في بعض. خلينا ربع ساعه في الفرن. اوكي يا جماعه انا قررت اليوم، واو قرار عظيم جدا الصراحه، قررت راح اسوي كسكسي. اوكي كسكسي هو اكله تونسيه شعبيه تقليديه، اسويها بالسمك، ونوعيه الكسكسي هاي موجوده بس في تونس، يعني تونسيين فقط انه بيسووها بالاسماك. في عندنا كثير انواع كسكسي، لايك كثير انواع، بس هاي الاسماك هي معروفه بها فقط تونس، ولكن الكسكسي كاكله هي معروفه بها كل دول شمال افريقيا. اكله امازيغيه. والله اخويا طفاني حقرني، اعمل لي فيا مياسم، اعمل لي مشاهده، والاخر نطلب فيه ماهوش حال. وقت اللي نبدا حاجتي باهلي وما نلقاهمش، اني نفضح فيكم عائلتي الكريمه. انكرتوا فيها، انكرتوا في بنتكم وقت اللي حشتها باش تعطوها وصفه الكسكسي. والله هي الكسكسي هذا صار لي 3 سنوات لايك ما سويتوش. حسوي رفيقتكم ميرا انه تلف هيك شعرها، من بدنا الاكل يكون فيه شعر. والعياذ بالله. قطعنا البصل اللي راح نحتاج. ترجيكم بنات شو هدول. اوكي هدول المفروض سمكتين، واحدة وراتها واحدة نوعية تانية مش عارفة الصراحة شو هي. وقطعته كل واحدة لنصين بعد ما نظفتهم طبعا، حطيتهم امبارح في الثلاجة، بس انه هدول يذوبوا شوي راح احط عليهم الكمون. اما شايفين لي هدول كمان اثنين، هدول سليمتين مش مقصوصين، راح اسويهم في الفرن راح اشويهم. راح نحط هلا الزيت. قلت لي ماما حطي كثير زيت. هلا يا جماعة اجا وقت الكسكس. كل الكسكس اللي عندي احطه هون. رح نحط ملعقة زيت زيتون وملعقة تانية. حطوا عليه مية سخنة لحتى يعني تحسوا انه خلاص تشبع، مش تشبع بس انه ما ظلش قاسي، صار مبلول وبس. فرجيكم بنات شلون يتحط في هذا احنا بنسموه كسكس باللهجه التونسيه. سو يتحط في هالشي مع ونخليه يتفور. اخذت هدول بطاطس عاديه يعني 3 حبات بطاطس وقطعتهم لاربع اجزاء زي هيك، وهلا راح اطبخهم مع الكركم او الخرقوم. الفليفله راح اقليهم وازين بهم صحن الكسكسي، بس هي راح ارميها في الصوص مشان بس تعطي هيك ريحه تفويحه. وهلا مره ثانيه اخذت الكسكسي يعني من الطنجره تبعه ما بعرفش ايش، وراح احط عليه ارش عليه كمان ميه دافيه، ولازم شايفين بنات الدورات هذيك ما لازمهاش تظل موجوده، ويتفور مرتين الكسكس. وهيك للمره الثانيه والاخيره نخليه يتفور لمده 15 دقيقه. وما ننساش بنات نغطيه. توريني فيك انا ليا. وهلا اجى وقت انه احنا نرمي الحوت بشركة ترترترتو. تخيلوا هي قصمتها عشان عارفه مش راح تفوت في الحله، ويا دوبك. هاي اختي انغمسي انغمسي وعيشي حياتك. احباب اللي غدروني دوري دوري، ما ظنيتهم يغدروني دوري دوري، على الاحباب اللي غدروني دوري دوري، ما ظنيتهم يغدروني دوري دوري. لما تكون الغنيه تبع حزن بس انتي بتصيري ترقصي عليها مش عارفه شلون، بس هي عن جد بترقص. بالنسبه للسمكتين فوحتهم باكليل الزعتر، حطيت كمون، فلفل اسود، ملح بس. جايز ناطرين هالفيلم هاد يحمل حيصير عنده بيب، حيصير عنده بيب. عندنا هون السينابون اللي مياسم سوته، تسلم الايادي يا بيبي. وهون كمان عم تسوي لنا قهوه بالبندق. هاي فرجيكم البريد، اجس هذا قهوه يمنيه. مفيد جابتها مياسم معها من مصر بالبندق، كتير 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 طيبه. جلسه سوا مع القهوه والسينابون وفيلم يو عنده تغوى. اطفاء الانوار. شايفين ما عندناش يا جماعه لايك انه شيء نفرشه، فاخذنا هدوك تبع الكنبات وفرشناهم هناك بس عشان تكون الفيو منيحه. فدايركت لي هون. واو
عارفة. Give me high five. Woo. صار لي ساعة يا جماعة عم بشتغل، انه كان عندي امتحان الحمد لله خلصته، كان عندي يعني وقت معين ولازم اخلص فيه الامتحان، الحمد لله خلص. تخيلوا انه حتى اونلاين ومو مرتحينة من الامتحانات، انه طيب ليه؟ تشيرز. بحب قبل ما انام اشرب المادة، عم حاول استغل هالحجر الصحي في كل شيء ممكن استغله انا ما بقدر اسويه لما اكون بدرس في الجامعه، فهمتوا او لا؟ وكمان عم خلي حالي ابديت في المذاكره. بليز ركزوا مع دراستكم، لانه ما بتعرف امتى يغدروا هيك ويقولوا روحوا عندكم امتحانات والوضع يرجع سليم. ما بنعرف امتى هالشيء ممكن يصير، فلهيك ركزوا على دراستكم وخليكم ابديت، وانا بتشجع بيكم انتم تتشجعوا بيا، ورح اصور لكم روتيني في الدراسة اونلاين ان شاء الله. الاسبوع القادم رح ينزل هالفيديو، كمان رح اعطيكم في فيديو تاني لحاله ادفايسز على الدراسة اونلاين، بما اني هي اول تجربة لي على فكرة في الدراسة اونلاين. anyway حكيت كتير، اذا بعدكم ما شاركتوا بليز اشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، وصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات اذا حبيتوا، واذا كمان حابين اصور لكم فيديو عن روتيني في الدراسة اونلاين. خلونا نوصل هالفيديو ل 5000 لايك نحاول. الأريكة تبعي هون، ومن موقع هذا بقولكم دير بالكم على حالكم أحلامكم وقلوبكم. نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم. أرمونيا بيبي، سلامات يا هون، سلامة، باي، I love you baby.